هذا وقد أعلنت حلبة البحرين الدولية الانتهاء من مشروع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بعد البدء في هذا المشروع عام 2021 لجعل سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2022 سباقا وصديقا للبيئة، حيث سيتم الاعتماد الكلي على الطاقة البديلة عبر مصادر الطاقة المستدامة لتغطية كافة احتياجات الحلبة خلال سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1.